السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم وألف مرحبا في قناتي وقناتكم دو جافلوغ. فيديو اليوم غنتحدث لكم على سيدة من مدينة أكادير بدأت مشروعها من البيت ديالها. هذا المشروع عبارة على ميني كيك اللي كتعملو للمناسبات، لكن تتوضع فيه بصمتها الخاصة اللي غتشوفوها في هذا الفيديو هذا. واللي بغى يتواصل مع السيدة ما عليه إلا يدخل للرابط اللي غنوضعه لكم صندوق الوصف. خليكم مع الفيديو وعلى بركة الله.